بلا مقدمات، كانت الأقدار بعزلة جعفرية محافظة ريما تكتب نهاية مؤلمة لأسرة المواطن حمود إبراهيم حين جرف تسيول مطلع الشهر الماضي منزله بمن فيه وألقت بهم أجسادا لكن دون أرواح. ناج وحيد من الأسرة ما يزال على قيد الحياة يتأمل امتداد الكرب السحيق الذي خلفته الفاجعة بعد أن فر منها بالقفز من نافذة المنزل. خسائر كبيرة في المنطقة، أكثر من 32 خزانا لتجميع المياه جرفتها السيول مخلفة حسرة كبيرة في نفوس المواطنين، إذ تبلغ كلفة الخزان الواحد ما يزيد عن 3 ملايين ريال. حصلنا الكارثة السيول الذي أجاءت وأخذت الخزانات والأموال المدرجات الذي نزرع فيها البن والزراعة. هي الأقدار إذن من ضاعفت هموم هؤلاء وجعلتهم يسكنون عراء الحاجة في بلد أصبح دون أدنى حياة أو مقومات لها.